الحين تقدر تنجز معاملاتك المصرفية بكل سرعة وسهولة عن طريق أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي المتطورة من بنك الكويت الوطني. زودنا هذه الأجهزة بتقنية NFC للسحب والإيداع بمجرد تمرير بطاقتك المصرفية، إلى جانب تحديث رقم انتهاء بطاقتك المدنية بكل راحة، والسحب بدون بطاقة عن طريق رقم الموبايل أو بطاقتك المدنية. كل اللي عليك أنك تدخل على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتختار الخدمات الشخصية، ومن بعدها السحب بدون بطاقة. أدخل المبلغ واختار المستلم سواء لنفسك أو لمستفيد آخر، وبعدها اختار طريقة السحب برقم الموبايل أو البطاقة المدنية. إذا اخترت السحب برقم الموبايل سيتم طلب إنشاء رمز سري، وفي حال اخترت السحب بالبطاقة المدنية سيظهر الرقم المدني لصاحب الحساب تلقائيا، أو يمكنك اختيار مستفيد آخر وإدخال رقمه المدني. بعد التأكد من تفاصيل العملية سيتم إرسال كلمة التأكيد برسالة نصية قصيرة إلى صاحب الحساب، وبعدها يتوجه المستفيد إلى أجهزة الوطني للسحب والإيداع النقدي. يتم اختيار طريقة السحب من القائمة، فإذا كان عن طريق رقم الموبايل يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة السر التي تم إرسالها برسالة نصية، ومن ثم الرقم السري الذي تم إنشاؤه عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. وإذا كان السحب البطاقة المدنية يتم إدخال البطاقة ومن ثم كلمة السر التي تم إرسالها برسالة نصية، وبعدها يتم تأكيد العملية واستلام المبلغ. شكراً لاختيارك بنك الكويت الوطني.